تنطلق القافلة الثانية من قوافل الإغاثة التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر العراقي إلى العوائل النازحة في مدينة سامراء في منطقة ماجلان ومنطقة المعتصم، وتشمل هذه القافلة على حقائب إسعاف أولي ومواد إغاثية ومواد غذائية زائدا مياه معدنية. صوروا سويا لقاء صحفي. صار لا تحرك جايبين مساعدات شباب. يلا شباب اصعد روح على هذا البيت. وين اصعد؟ وين اصعد؟